هنعمل بسكوت بالزيت، وهيطلع لذيذ جدا كمان. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. يلا بينا بسكوت بالزيت. علشان نعمله عايزين بيضتين، نص كوباية سكر، 3/4 كوباية نشا، نص كوباية زيت، وعايزين دقيق 2/3 كوباية دقيق، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وبرضو معلقة كبيرة من بشر البرتقال. ماشي، اول حاجة هنعملها هناخد البيضتين اللي عندنا هنحطهم هنا برضو، او اللي بيقولوا عليه البادل اللي هي دي. تمام، هنحط دلوقتي هنا البيض، هنحط السكر، وهنحط بشر البرتقال. يلا بينا نخلطهم مع بعض. طبعا احنا بنعمل كوكيز، يعني معناها مش لازم نخلط كتير، مش زي الكيك. هنضيف الزيت، وهنضيف الدقيق والبيكنج باودر والنشا. ادي الدقيق وادي النشا، وادي البيكنج باودر. هنخلط بقى الكلام ده كله مع بعضه. خلاص، شوفوا يا جماعة هي ازاي بتبقى، يعني كده مفرولة زي ما انتوا شايفين. بس احنا لما بنمسكها وبنخلطها بس بايدينا خلطتين كده على طول بتلاقوها لمت معانا. بصوا اهي، شوفوا. ولو حسيتوا انها مش لمة معاكوا قوي، عادي ضيفولها معلقتين زيت زيادة عادي. يعني في انواع دقيق ممكن تبقى عايزة معلقة معلقتين زيادة، لقيتوها ظابطة كده خلاص تمام. اوكي، يعني انتوا معاكوا تزودوا شوية زيت صغيرين، معلقتين، علشان تلم معاكوا لو ما كانتش لمة. يلا نحط دي بقى كده هنا. هنعمل طبعا قطعة صغيرة، وناخد كمان، ولا خلاص خلينا نحط دي كده هنا ونقفل عليها كده، ونجيب النشابة. القطاعة بقى اللي انتوا عايزينها، شوفوا عايزين قطاعة شكلها ايه، وقطعوا بيها البسكوت بتاعنا. انا بفتح كل شوية بس عشان الوش ما يلزقش، وش الكوكياية ما يلزقش في الورقة. انا السمك ده كده حلو قوي، كده السمك ده جميل. يلا نجيب بقى القطاعة، نعملها بقطاعة مدورة كده. بصوا اهي، المهم ما تفردوش على دقيق، لان الدقيق كل مرة بنيجي نلم بناخد الدقيق اللي فضل تحت. بغير من مقادير الدقيق اللي في الوصفة، لان العجينة بتبقى اوريدي شربت الدقيق. عايزين ستيك، بس تجيب ستيك خشب مثلا كده. هنبتدي بس كده نعمل لها شوية حركات، يعني دي اختياري، يعني نعمل كده. تمام، خلاص. هناخد بقى يا حبايبي البسكوت بتاعنا ده، هناخده نحطه في صينية. ودايما انا بحب احط الصراحة ورق زبدة تحت الصينية. هنحطه في الفرن على درجة حرارة 180، بيقعد تقريبا 12 دقيقة، تقريبا 12 دقيقة. وده شكله كده زي ما انتم شايفين اهو.